زي ما قلت، انضمام مصر طبعا لمجموعة بريكس ده خبر أكيد مهم، كلنا متابعين وسائل الإعلام العالمية كلها تناولت الخبر وبالتحليل أيضا وأيضا بالرؤى المختلفة الاقتصادية والسياسية، والجميع تكلم عن أهمية انضمام مصر. لكن أيضا خلينا نقول أنه بالنسبة لحضراتكم إحنا كمان بنسأل، أنا كمواطن هستفيد إيه من انضمام مصر إلى هذه المجموعة؟ وهل أيضا الظروف المعيشية اللي أنا عايشها والأزمات والاقتصاد، هل ده ممكن يحل أزمة الدولار؟ كلنا هنسأل نفس السؤال. هل كمان هيساهم مثلا في توفير أمن غذائي أكبر، السلع تبقى متوفرة أكثر؟ أسئلة كتير كلنا كمواطنين أكيد بنسألها وعايزين نعرف إجابات، خصوصا مع هذا الأمل وهذا الخبر الاقتصادي المهم لتكتل اقتصادي جديد. خلينا نسأل مزيد من التفاصيل مع دكتور السيد خضرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني سؤالي مباشرة مع حضرتك، المواطن البسيط بقى هيبدأ يشعر إزاي بهذه الاتفاقية، بانضمام مصر، بمعاملات تجارية جديدة، باقتصاد مختلف هيدخل، تبادلات اقتصادية مختلفة؟ بالتأكيد طبعا هو اللي يهم المواطن النهاردة حاجتين مهمين جدا، معدل التضخم ومدى تحقيق التوازن في معدل التضخم، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة ومدى الارتفاع الرهيب في معدلات التضخم المستورد، وده بيأثر بشكل كبير جدا على أداء الأسعار في السوق العالمية والسوق الداخلية. فأنا بشوف من أهم البنود اللي هتتناولها مجموعة البريكس خلال الفترة القادمة هو الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي، وإزاي إن احنا نقدر يتم تحقيق التوازن في تلك المؤشرات. أعتقد إن مصر يعني هدف مهم جدا هو تحقيق التوازن في تلك المؤشرات، علشان النهارده المواطن يحس ويشعر بأن الدولة فعلا لا تريد إضافة أي أعباء إضافية. أعتقد انضمام مصر لتلك المجموعة هيكون هناك ترويج للإصلاحات الاقتصادية في البيئة الاقتصادية المصرية والاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، وده هيدينا فرص مهمة جدا لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، سواء على المستوى الداخل في مصر أو مستوى الخارجي في القارة الأفريقية، وده هيفيد في عملية توفير فرص عمل بشكل كبيرة أكيد. ومن خلالها طبعا انخفاض معدل التضخم بشكل كبير جدا، وده اللي احنا محتاجينه. احنا يعني بدأنا الفترة الأخيرة، يمكن مصر الدولة الوحيدة في العالم اللي لدينا الاستمرارية في تنفيذ المشروعات بشكل كبير سواء في الماضي أو في المستقبل، فبالتالي فكرة الاستثمارات ده هيوفر فرص عمل وبالتالي الانعكاس على تحسن مستوى المعيشة أيضا. طب اسمح لي هنا بس برضو السؤال، يعني خلينا ناخد كل يعني تفصيلة مع حضرتك أيضا، ندي معلومات أكتر للسادة المشاهدين. دلوقتي هيسأل أيضا المواطن، بيقول دلوقتي إحنا عارفين أن التضخم يعني خلينا نقول بالشكل اللي بنستعمله في الشارع المصري هو ارتفاع أسعار، فهل أنا مثلا ندي مثلا إحنا في سوريا، روسيا، نتعامل مع روسيا مثلا وهي مصدرة للقمح، هل أنا أقدر أتبادل مع روسيا وآخد القمح بتاعي أو القمح بتاعي بالجنيه المصري؟ بالتأكيد طبعا احنا خلال الفترة الماضية تم سداد الشحنات اللي استوردناها من روسيا بالجنيه المصري بالفعل، يعني احنا بالفعل تم اعتماد الجنيه المصري في البنوك الروسية، وكذلك اعتماد الروبل في مصر، لان احنا مش بس بيننا وبين روسيا علاقات في استيراد القمح، ولكن عندنا قطاع مهم زي قطاع السياحة، يعني احنا بيدخل مصر اكثر من 3.5 مليون سائح، فبالتالي ده بيعود طبعا على انتعاش قطاع السياحة وتوفير مزيد من فرص طبعاً. العمل، وده بيخلي هناك حدة في تخفيف الطلب على الدولار. هي احنا المشكلة النهاردة في زيادة الأسعار فكرة استمرار الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الفدرال الأمريكي في استخدام سياسات اقتصادية صعبة جدا في رفع الفايدة، ورفع الفايدة ده بيضر الاقتصاديات الناشئة، ولكن طبعا. هو المجموعة البريكس هو هدفها تقليل الهيمنة الدولارية وليس القضاء عليها في الوقت الحالي، لأن فكرة لأن كل الناس بتقول احنا المجموعة هتقضي على الهيمنة الدولارية، أعتقد هيكون صعب حاليا، ولكن هي فكرة تقليل الهيمنة خلال الفترة القادمة من خلال تخفيف الضغط على الدولار. فكرة انخفاض الطلب ده أيضا هيفيد عملية الاستيراد من خلال التعامل بالعملات سواء اليوان الصيني أو الروبية، وده طبعا احنا عندنا علاقات قوية جدا مع الجانب الصيني في عملية الاستيراد، لأن مصر بتستورد نسبة كبيرة جدا من المواد الخام من الجانب الصيني، فبالتالي لما النهاردة نتعامل باليوان الصيني أو الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة
اعتقد ده يخفف من الطلب على الدولار بشكل كامل، وبالتالي يحقق التوازن في الاسعار، وهو ده اللي احنا محتاجينه، وهو ده اللي الشارع المصري كله محتاجه. طيب هرجع تاني برضو يا دكتور واسال حضرتك سؤال اخر. نحن نتعامل الان داخل تكتل اقتصادي جديد، التكتل موجود ولكن انضمت ليه مصر وعدد من الدول، فالعدد من الدول دول هل هنبدا احنا في فتح خريطه الاستيراد والتصدير؟ يعني انا عندي منتجات يمكن ما كنتش بعرف اصدرها، يمكن انا اقدر دلوقتي من خلال هذا التكتل يبقى عندي صادرات جديده وعندي استيراد جديد بلغه بالعمله الوطنيه بتاعتي بالجنيه المصري، هل ده هيبقى مسموح؟ يعني مثلا ممكن اخد ايه من الارجنتين والبرازيل مثلا؟ بالتاكيد طبعا ده هيكون الفتره القادمه. احنا يعني احنا مصر يعني بتسعى الى زياده القدره الانتاجيه في العديد من الصناعات، سواء القطاع الزراعي، قطاع الطاقه المتجدده، وده طبعا في فتح افاق واسواق جديده حتى يكون هناك زياده لحجم الصادرات، لان احنا هدفنا الرئيسي طبعا في استكمال مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي هو زياده حجم الصادرات المصريه وغزو المنتج المصري لدى العالم، حتى يكون هناك تقليل لفجوه الاستيراد، حتى يعني نستطيع ان يكون في توازن كبير في الاسعار الداخليه. اعتقد ان مصر من خلال توطيد العلاقات الكبيره بين العديد من دول وخاصه دول التكتل، يمكن مصر انضمامها ده تاكيدا على متانه العلاقات الاقتصاديه طبعا والسياسيه، كذلك دورها وكيانها الاقتصادي والجيوسياسي في منطقه الشرق الاوسط. اعتقد ان مصر هي ستكون قاطرة الاستثمارات أيضا في أفريقيا لما تتمتع به الشركات صحيح المصرية في الثقة الكاملة في إنهاء وتنفيذ المشروعات. يعني أنا بشوف أن المجموعة مش هتفيد بس مصر من الداخل، ولكن هيكون هناك إفادة كبيرة للأشقاء في القارة الأفريقية، أيضا ستعمل على تحقيق التوازن السياسي. يعني إحنا النهاردة حتى لو هناك صراعات سياسية بين الدول المنضمة سيكون هناك توافق سياسي لفكرة المصالحة بين دول المجموعة، حتى يكون هناك تكامل وتوافق اقتصادي بشكل كبير، حتى يكون يعني هناك تنمية اقتصادية حقيقية. الصين هدفها هو تنمية وتمويل الكامل للاقتصاديات الناشئة. طيب كمان احنا عارفين كويس قوي ان مصر كانت حريصة في كاب 27 اللي كان من شهور، ان هي كانت بتدعم كل الاسواق الناشئة والدول الافريقية النامية والدول النامية بشكل كبير، وخصوصا فيما يخص بالبيئة النظيفة. عندنا مشروعات كتيرة جدا واحنا طرحنا هذه المشروعات يمكن في هذه القمة. هل هنا ايضا في هذا التكتل هيبقى في بقى يعني دول هتقول لا بدل ما كنت بستورد ده بالدولار من دولة تانية، طب ما هو انا ممكن اتعامل مع مصر اكتر لان هي بقت داخل التكتل، هيكون في افضليه لدول التكتل مع بعض؟ طبعا هو الهدف هو الانفتاح الاقتصادي التام بين جميع الدول، وده طبعا من خلال تسهيل عملية الإجراءات بشكل كبير، ويكون هناك مرونة اقتصادية في التعامل، وده أعتقد يعني ميزة مهمة وميزة تنافسية لدى كافة الدول. احنا النهاردة بنتكلم في دول اقتصادية كبرى، الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتمتلك العديد من المواد الخام وتعتبر أكبر مصدر للمواد الخام في العالم، وأعتقد ستجبر العالم كله على استخدام اليوان. يعني النهاردة أي دولة في العالم تحتاج إلى استيراد المواد الخام والتعامل بالعملة المحلية الصينية، فبالتالي ستضطر إلى استخدام العملة المحلية الصينية، وده بيعزز الثقة في مجموعة البريكس وأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. أعتقد الصين لديها الإصرار على أن تكون أهم قوة وتكتل اقتصادي في العالم ويخدم الاقتصاديات الناشئة وأيضا يفيد الاقتصاد الصيني والتنمية الاقتصادية في الصين، وبالتالي مصر لديها علاقات استراتيجية قوية جدا مع الجانب الصيني، وبالتالي هناك استفادة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية خاصة داخل الحدود المصرية. بالنسبة طبعا لمصر في مجال الطاقة، أعتقد أن مصر أصبحت رائدة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر طبعا، وبالتالي سيتم نقل التجربة المصرية إلى الدول الأفريقية، لأن احنا أفريقيا جزء مهم جدا طبعا من رؤية مصر الاقتصادية. أكيد. السؤال الأخير اللي برضو يمكن موجود في البريكس، وهو أيضا هو وجود بنك التنمية الخاص بمجموعة بريكس أو التكتل الاقتصادي اللي بيوازي أو خلينا نقربها للناس البنك الدولي، فهل البنك ده أيضا هيساعد أيضا في مسائل التمويل، في مسائل التبادل التجاري؟
بالتأكيد طبعا بنك التنمية التابع للتكتل ده هيكون فرصة كبيرة جدا للحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات التنموية خاصة في الاقتصاديات الناشئة، خاصة يمكن دول أفريقيا عانت من زيادة حجم القروض بشكل كبير. صحيح. وأنا شفت أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أدى إلى إغراق الدول الأفريقية والنامية في عملية سداد الديون وتراكمها بشكل كبير جدا. أعتقد أن بنك التنمية هو دوره دعم تلك الدول، وهدفه هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل الدول الأفريقية خاصة، لأنها عانت بشكل كبير جدا من الإهمال والتهميش وعدم وجود بنية تحتية واقتصاد حقيقي لديها. فبالتالي أنا بشوف أن البنك التنمية هيكون له دور حقيقي فعلا وفرصة جيدة للخروج من تلك الأزمات، وأعتقد القضاء على يعني العراقيل التي يستخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إجبار الدول على استخدام سياسات اقتصادية معينة. صحيح. لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. طيب آخر أيضا سؤال، هل أقدر أخذ عنوان وأقول إنه بريكس يعني يدي الروح والتنفس للعملات الوطنية لكل هذه الدول أو التكتل الاقتصادي، بأنه قيمة عملتها الوطنية تكون في مكانها الصحيح أمام هيمنة الدولار؟ بالتأكيد هو هدف استراتيجي، هو يعني تغيير خريطة العالم المالية من خلال صعود عملات جديدة، عملات محلية وعملات وطنية، من أجل تخفيف الطلب على الدولار خلال الفترة القادمة. وأعتقد أن ده هينفذ قريبا جدا حتى يساهم في زيادة فرص النمو الاقتصادي والمستدام، وحتى لا تؤدي الفترة القادمة إلى دخول الاقتصاديات في نفق مظلم بسبب الهيمنة الكاملة للدولار الأمريكي خلال الفترة السابقة. وأعتقد أن مجموعة البريكس هتكون تحالف اقتصادي سياسي اجتماعي مهم جدا لدعم الاقتصاديات ودعم الدول النامية والناشئة وتحقيق مزيد من الاستثمارات بين جميع الدول والانفتاح الأسواقي بشكل كامل، حتى لا يكون هناك إضافة أعباء إضافية على الدول خاصة وانعكاس تلك الأعباء على المواطن. أكيد. دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.